السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم تقنية ستيك. لكتيتا وانا انتي باقي جديد معنا في القناة، ما تنساش صافط لتحت لنا سبسكرايب القناة ولايك الفيديو اللي عجبك، وما تنساش خلينا كذلك كومنتار محفز. المهم خوتي، الفيديو ديال هاد النهار غنوريكم طريقة انشاء حساب سكراين مع طريقة التفعيل ديالو. اول حاجة خوتي، خلي لكم رابط التسجيل في الديسكريبسيون في صندوق الوصف. الرابط هو هذا خوتي، غنخليه لكم في الديسكريبسيون. المهم تكليكيو على داك الرابط، ادي كومنيشن باش تعملوا المعلومات ديال التسجيل. انا كتجي كدير الاسم ديالك، نجم كدير الكنيه ديالك، هنا كتخليها مروكو، هنا كتجي كدير العمله اللي باغي تخدم فيها في الكونت، نديرو مثلا الاورو. الايميل ديالك مثلا، هنا كدير الموتو باس ديالك، كتجي كدير انسكريب. المهم اول حاجه كتجي كدير مثلا انت اسكليك على اي حاجه، دير هادي في غال ديبو مثلا، هادي باش كتريك الادريس ديالك في سميتو، كتريك الادريس ديالك في الكونت سكرايب. مدينه كناس داتو نيسونس مثلا، اللي هو 24، كتجي كدير سويفون. المهم انا عنديكو كونطاج بزاف فهاد الشيء. المهم دابا هادي طريقه ديال التسجيل في السكراين. دابا غندوز للتليفون ونوريكم طريقه التفعيل ديالو. ندخلوا للكونط ديالنا في السكراين، كتجي لهاد اللعيبه هادي، كتكون خصك ديجا مدخل لابليكاسيون ديالو من البلاي ستور، كتجي كتكليكي على تفيريفي فوتغ، كتجي كدير فيريفي مانتونو، كدير باش غادي تفيريفي واش باسبور ولا بيرمي ولا بلا كارت ناسيونال. كتجي كدير يعني كيقولوا فين واش كارت بلاستيك ولا اوتر فورما، يعني حنا عندنا في المغرب بلاستيك. كتجي كدير لا كارت ديالك بحال هكا، حتى كتشد مزيان، هي اوتوماتيك تتشد. المهم تجي كديرها عاوتاني هكا، كتصورها من اللور عاوتاني هكا، وكتجي كدير هكا. تالت حاجة كتجي كتصور وجهك بحال هكا، كتشدو مزيان، كدير هادي. المهم خوتي، انا راه ما عرفتش علاش كاع ما بغاو يبينو ديك اللقيطة فاش كنصور لاكارت ناسيونال وداكشي، او وقيلا حتى كيخافوا على زعما شي الخصوصيه ديال زعما داك حتى نصور لاكارت ناسيونال وداكشي. المهم خوتي، راه داكشي ساهل، تدخلوا راه غادي تلقاو داكشي، راه ساهل ماشي شي حاجه. المهم دابا خوتي هما مشاو، دابا كنقول لك بغينا نفيريفيو سميتو فوتغ بوزيسيون، يعني المكان، بوزيسيون بحال لادريس ديالك، يعني غير تفيريفيو لادريس ديالك. غادي تحتاج على حسب اللي ورقة الضو ولا ورقة ديال الماء ولا اي حاجة، اي حاجة فيها اي حاجة شي ورقة بحال هكا فيها لادريس كيقبلوها. كدير تيليشارج، كدير بارطاجي فوتغ بوزيسيون هادي بجي بي اس، دير تيليشارج تيليكوموند، كدير فاكتور دو سيرفيس بوبليك، كدير تيليشارج مانتونو، وكتصور وكتجي كتصور لهم الورقة ديال هكا كتصور، وكتصور فحال هكا وصافي، وكدير هاديك هادي صافي. هاهما مشاو صيفطنا لهم، صيفطنا ليهم الدواسا، وما دابا يبقى اي فيريفيو وغير طاو لينا. المهم نرجعو للحاسوب نكملو. المهم كما شفتو خوتي، هادي هي الطريقة ديال الفيريفيكيشن ديال السكرايل. المهم خوتي، الا كان عندك شي مشكل ولا وقع لك شي مشكل في التفعيل، الانستغرام ديالي هو هذا، لو بغيتي تتواصل معايا وغنخلي لكم اللينك ديالو في الديسكريبسيون.
المهم خوتي هادشي اللي كاين، ما تنساش دير سبسكرايب للقناه ولايك الفيديو اللي عجبك وكومونتير محفز والبارطاج اخوتي. يلا تهلاو.